Colombia. عند تبديل قادم السهلاوي يحصل على كرة. السهلاوي يلعب عطى للمنتخب السعودي تضيع. كان بالإمكان سالم الدوسري أن يضيف هدف ثاني للمنتخب. ورك فصلت التلفزيون يا عم ابو عبيد. الايجار وينهم؟ يا ابوي لسه ما جاء موعد الايجار. لا سلسكه لي ما ياوي لك انت وياو. بس ترى يا شباب قايل لكم من اسبوع الايجار حل. طيب عم ابو عبيد يومين ثلاث ايام ولا دقيقه واحده. لا قرشيعكم وافشكم هذا بالشارع اطردكم طرد. هذا معكم مسمار الصلب. لا ما نعرفه. اجل عطل المطرقه. سب اجلس انت اجلس. اجلس. قم يلا قوموا قوموا. قم انت وياه قم قم يلا برا برا خذ يلا يلا نزل 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 كنت نزل وانت سلامات ايش بك سير الريسيفر تستهبل انت الريسيفر انا اللي جايب الاستراحه بعدين باخذه بحطه بغرفتي البلايستيشن ليش ماخذه هذا حقنا حق مين يا ابويا نسيت هذا حق ولد خالتي حمزه اهدى اي صح والتلفزيون من ياخذه طبعا انا اللي باخذه ما هو ليش على كيفك تاخذ انت؟ يا شيخ ضف وجهك، انا اكثر واحد قط في الشاشة، ترى ما قطيت الا عشرة، ها؟ وبعدين تعال تعال. وش حاط مخابيك؟ وش هي مطبخة؟ هي. اخذته عشان اتروش فيه، لان حق بيتنا خربان. ما شاء الله ما شاء الله ما لقيت انت وياه ولا تلعبون قدام البيت قاعدين نلعب حارتنا واسفين يا عم يا عم ابو البيت عدنا كرتنا نبغى نلعب تبي تلعب ها ابشر ابشر الحين اوريك شو تلعب ها خذ يا الطحيحي ابوك يا الطفل ايش رايكم يا عيال نقط ونستاجر استراحه تستهبل انت وجهك يا عبسي لو معنا فلوس كان دفعنا الاجار لابو عبيد وقعدنا باستراحتنا جبتوا طال الاستراحه وجاء ايش عندك انت وياه بهذا ابد تاكين حقو تقله تقله يلا هذه حارتنا وبعدين وين تبينا نروح تجمعات الشباب هذه ما ابيها بقولوا شيبان مرضى وغدان النومه وبعدين في ناس مشتكينكم انتم والجار للجار يلا عيال خلونا بس نروح ندور يا عيال راح نص التانكي لنا ساعتين نفر وش الوضع الله بس على ايام الاستراحه ايش رايكم نروح الحديقه يا اخي انت ايش جوك بعد طيب عيال وش رايكم نروح نتكب بيتنا يا اخي خاف نقرش اهلك اهلي مسافرين مو براجعين الا بكره بعد الظهر يا اخي تستهبل لنا ساعتين نفر ايش ما علمت من زمان توني اذكر اخوي ها ندزها يلا قدام يلا وعامر ومسافر وهالازعاج وشو يا عيال البيوت كلها منوره ما عدا بيتكم طافي لا يكون ابوك ما سدد الكهرباء وفصلوه ياوا استهبل انت وياه ابوي يسدد الفواتير اول باول يا ابوي شيك على الطبلون يا عيال العداد مقفل شكله في احد لاعب فيه هلا 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 بالجار يا حبيبي والله يا عم اذريه انت انا سمعت الاصوات داخل
وهلكم مسافرين، قلت وش هو هالصدور ولا طفيته الطبلو؟ انت اللي طفيته؟ هي ولا طفيته؟ يلا يلا نبي تقهوة. امشي. تعال تعال دقيقة. ها؟ وين التقهوة؟ احنا طالعين معزومين. وين؟ معزومين عند واحد من العيال في الثمامة. الثمامة؟ لا يا والله انا لو ما الوقت متأخر تسرعت معكم. لكن تدرون شلون انت منتبه ولا الخط وانتبه وانت جيدين ما شاء الله عليكم وانت 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 وكلكم ها يلا مع السلامة يا حضنا نروح الثمامة وانت مصدق انت وجهك بنروح الثمامة يا عيال واخرتها مع ابو عبيد الاستراحة وطلعنا منها والبيت وداهمنا فيه بصراحة الوضع ما ينسكت عنه ابدا ليش ما نبلغ الشرطة؟ تستهبل أنت نبلغ الشرطة على رجال كبير وجارنا بعد يهو أنت عاجبك الوضع كذا يعني؟ لا مو بعاجبني بس أكيد إنه بيراجع نفسه ويستحي قال إيش قال يستحي يا أبوي ذا وجهه وجه بن فهرة وجهه مغسول بمرق مرق؟ أجل خل نروح نتعشى يا عيال يجي ياوة السلام عليكم هلا وعليكم السلام هلا أبو عبيد مغير اللون البيت آه والله من الريال النايم عندك والدراهم أقول لك أذكر الله أقول ما شاء الله ما لقيت إلا هاللون المروح يا هالسدمة إيش يقول أبويا هالناس تصبغ بيوتها أبيض بيج هذا سور بيت ما هو غرفة نومك أنت الحرمة راحت عند أختها وشافت اللون عجبها وقالت لي أصبغ يا أبو شوك إيش كنت ألا طيب وصبغت البيت إيوي حي الحرمة اختارته هذا طولك وعرضك وأثرك ما أنت كحد أقول لك بطل لقافة كل واحد حر في بيته إيوه يا حيب كيفك أعج عليك ما تعود يا عيال أنتوا كيف ما يجي عيشة مرة جوع إلا والله جوع شوفوا أنا عندي لكم اقتراح نروح فوال قريب هنا نفطر ونروق بعدها نروح المدرسة بس أخاف نتأخر يا عيال يا أبوي يمدينا قبل الحصة الأولى أجل اسمع خابر لكم فوال البطل على كيف كيفكم طيب يحط سلطة مطحونة عفا عليك وطحينة واللي تبونه يلا قدام دزها جرت الفول يا عيني جرت الفول يا عيني جرت الفول يا عيني جرت الفول يا عيني سلطة مطحون يا عيني سلطة مطحون يا عيني جرت الفول يا عيني جرت الفول يا عيني ايش الفطور الزين حلو حلو وين الشطة يا عيال ما جابها يا محم ما شاء الله عليكم مفركين من المدرسة ها؟ لا والله بس بنفطر وبنحرك المدرسة بعدين انتو وياه ما تستعون على وجيهكم اثنين فول واثنين تميز وانت مربعة ما في حياة انتو وياه وجيها الطحيحيات يا اسمع حساب طلبي عليكم ولا تردق على ابوهاتكم وعلمهم انكم مفركين من المدرسة ابشر يا ابو عبيد حسابك علينا اسمع يا حبيبي ابي اربعة فول وثلاثة عدس واربعة خبز تميز ومعصوب وعطنا الطرشي كثر الطرشي سد نفسي الله يسد نفسه سلسلة بخير وينك؟ غسالة الملابس سلها ثلاثة أيام خربانة أنا مشغول يا بنت الحلال اللي رأسي مشغول اللي رأسي الحين تزينها أبشري 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 وبعدين أبيك تجيب عامل يصبغ لي سور البيت ساير قديم ومتقشر مثل وجهك طيب طيب أنا عندي لي سطل قديم بويتن بيضة أبي أصبغه لك إن شاء الله لا ما أبي أبيض هجل وش لونه اللي تبينه من هنا من هنا أبشر أبشر عمي أبو عبيد أبشر أيوة بلقها يا هديك هنا هنا يا سلام يا سلام الحين هذا اللون بايخ وانت قاعد تدهن منه كمل كمل انا هالي خرفش كمل انا مخرفش يا ملسلس اقول ان جار ملقوف بيتي وحربوه اصبغ واللون اللي نبي وش تبي ما انا عارف البيت بيتك ولا نسيت رجال الجار يا ابو عبيد سقها سقها يا الديلحي بس 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 طف طف محلك السلام عليكم عليكم السلام مرحبا والله بالجار ابو عبيد ومسهلا هل انت جايب تالي هالليل وشو هذه اخوي غرفه نومي شاريها ب 14000 ريال 14000 ريال يا اخوي بحراج بن قاسم كان اخذه ب 2500 وشو له الخساير ابو عبيد هذه طال عمرك خشب اصلي اصلي ولي بحراج بن قاسم يعني فلين ولا قماش جايبها يا اخوي تدري من وين ذي جايبها طلبيه من كندا طيب ولا صار من كندا ألي بالحراج من كندا
ومن الاسكيمو ومن شرق اسيا ومن غابات الديري بعد. يا اخوي غرفة نومي، مين غرفة نومك؟ وش شغلك انت؟ الشر هتعالي هل ينصحك، لكن تدري شلون؟ ابي اعمل بك خير، انت طويل العمر ادخل داخل، وانا بخلي العمال ينزلونه، تدري ليه؟ لان الجار للجار. هي توكل توكل على الله، روح روح روح. الله يعافيك. وين هالعالم؟ لا حد يمشي ولا حس بالبيوت، تقول اعوذ بالله راح لي، ولا فيه حركه ولا فيه، اعوذ بالله من الشيطان. وين هالناس؟ ملل 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 ملل. دبلة سب اي نعم. دقيت الجرس؟ اي دقيت الجرس. ها سبحان الله يا اخوي، هذول الدجاج ينامون المغرب. لا ان شاء الله بيفتحون. اصبر اصبر دقيقة. يا عامر هذا الوساع يطجز الباب، ايش علمك ما تفتحوا له؟ الواحد ما ينقطع نيطه وما تفتحونه، اعوذ بالله. امشي 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 اقلط 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 اقلط، يلا حيوا يلا حيوا يلا حيوا. صب صب للضيف صب سم درست وجودك. انت وين تشتغل فيها بعد؟ انت وش تبي وتنشد عن وين يشتغل وين يشتغل؟ يمكن انك تحرج وما عنده وظيفه. الرجال جاي يخطب بنتي، لا تهزجه. في الحقيقه يا عم انا موظف وزاره البيئه والمياه والزراعه. ها هالمياه يا حبيبي، والله جابك الله، انا عندي فاتوره المهطو. لا وظيفتي يا عم ما لها دخل بالفواتير. اجل وش وما صوره، قمت تهرب من هالحين انت؟ كم عمرك يا فهد؟ 24 يا عم. 24 عمرك يا ولدي، يعني يبي لك واحدة أصغر منك وبنت أبو عامر أكبر منك. وبعدين بعلمك بلك حاجة، يخطبوا له اثنين وقفوا مع الشارع لهم ولق الله يجيرك، ما ندري وين راحوا وجهوا. وادخل على الله يا ابن أخي. الحقيقة الرجال تجاوز حدوده ولازم يوضع لحد يا اخي، وجهه قوي ولسلوس ويتلقى في كل حاجه. يا جماعه انا اخاف اخلي باب البيت مفتوح، القاه في الصاله ولا القاه ياكل في المطبخ ولا في واحده من الغرف. طيب وش نسوي؟ ايش الحل؟ الحل عندي انا. بسم الله. ابو عبيد ابو عبيد، وش تبي انت بعد؟ الكهرب منقطع عندنا بالبيت، والوالد مستحي منك، ارسلني لبن مد كهرب من بيتك لبيتنا. ها كهرب؟ أفا يا أبو عبيد أفا، الجار للجار. يلا يا صديق يلا رح، يلا مد كهرب من بيته لبيتنا. خذ خذ خذ، احسب لي هذول يا بعد حي، احسب احسب كم هذول. انت شيل الموية شيل الموية صديق. 17 كم؟ 17 هذول 17. ها سوي. يلا سلام عليكم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ايش جايبك انت؟ اهلا يا جار العزيز. لا بس عندي اغراض ثقيله وماني قادر اشيلها، حطيتها في الشنطه. بالله وديني البيت على طريقك. انا نازل اجيب لي اغراض يا ابن الحلال، بمكن العشاء. افا يا ولد العلم، انا جارك عيب تردني، نسينا الجار للجار. يلا يلا يا عبسي انت وهالقمصوع على راسك. يلا يا شكش يلا اخلص على ابساع انت وقمصوعك يا خلف ابوي. يلا انجز انجز. الو هلا. اي اي جبت خبز جبت خبز، خلص العشاء. طيب 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 يا بنت الحلال، طيب جاي 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 والله. أيوة جاي. زين زين يا أخي، أخلص أنت يا شكر، شكر أخلص يا أخي علي.
اصبر يا هو يا جاهر العزيز، اصبر يا هو، ما عندك صبر؟ لا لا ما عندي صبر، انت قمصوعك تقول قمصوع هدهد. الجاري للجار يا ابو عبيد، الجاري للجار يا ابو عبيد، الجاري للجار يا ابو عبيد. لا اله الا الله، خدنا يمكن على العشاء. ابو عبيد ابو عبيد، بسم الله الرحمن الرحيم، وش تبي انت؟ اشم ريحه اكل حلوه في بيتكم وانا جوعان. تشم ريح اكل؟ ليه برمجتك برمجه بالسند؟ الجار للجار يا ابو عبيد. الله الله يا ابو عبيد، الله يجعله ان شاء الله الف عافيه وزنقبوط. يا ابو عبيد ابغى انا فرد جاي محظور. هيا حاكره كذاب بلاك زاويه. ما هو؟ اقول انت تقول وجه داب. يلا. نايم نايم من عليك المسرع. انت وجهك هاي تقول عفريته. يا هالمروح. يلا يلا جاك جاك. السلام عليكم يا الجار. هلا وعليكم السلام. الله يطول عمرك، المويه انقطعت عندنا وجونا ضيوف والوالد مسافر، ودنا نقلطهم عندك، وزي ما انت عارف الجار للجار. تفضلوا حياكم الله. تفضلوا شوي. تفضلوا حياكم الله. تفضل. يا هلا مرحبا، يا هلا مرحبا بالضيوف، يا هلا وسهلا. تفضلوا حياكم الله. حياكم الله. يا هلا يا هلا، حياكم في مكانكم. يا هلا وسهلا، الله يحييكم. الله يهينك يا الجار، جيب الشاهي والقهوة والقدوع الانسى الحسا. ها قدوع الحسا، ها خلاص. حياكم الله. يا هلا يا هلا مرحبا، حياكم الله، الله يحييكم. يا هلا وسهلا. العينب والحظ لي حاجك، احنا بدارك تقول وجه قعود، جمع لي هالها فلس ليه؟ وش دخلني انا بضيوف الجيران؟ تخبرين جيراننا ومستحيين منها، سوي لي شاهي وقهوة وتمي. تكفي بعد، تبيني اخدمهم؟ مو كافي علي ضيوفك؟ ها؟ الحين تطلعهم ولا اجي اطلعهم انا؟ لا تكفين يا بعد، هاي تكفين، لا تفشلين عندها، تكفين، ترى الجار للجار. ما شاء الله، مجمعني هالسملك، اطلعوا برا بيتي، اقول لكم اطلعوا ما تستحون، برا! يلا! مجدية بعد الحقهم. يلا لا بارك الله لا فيك ولا فيهم. أما يا ربي أنا كل يوم تضرب، أنا هذه كل يوم تضرب وتخانقن ليه؟ وش تبون انتم؟ وش تبون؟ اركب بديتي.